هل سبق لكم أن فكرتم أننا قد نعيش في الماضي؟ نعم، قد يبدو هذا غريبا، لكن الحقيقة هي أن ما تراه وتسمعه الآن هو في الواقع جزء من الماضي. كيف يحدث ذلك؟ دعونا نستكشف هذا المفهوم المذهل من خلال العلم. استعدوا للدهشة. لفهم كيف نعيش في الماضي، دعونا نتحدث عن الضوء، فهو يسافر بسرعة فائقة تبلغ 300 كيلومترا في الثانية. لكن رغم هذه السرعة المذهلة، فهو ليس فوريا. عندما تنظر إلى النجوم في السماء ليلا، أنت في الواقع ترى ضوءا قد سافر لآلاف أو حتى ملايين السنين ليصل إلى عينيك. بعبارة أخرى، أنت ترى النجوم كما كانت في الماضي البعيد، وليس كما هي الآن. لكن الأمر لا يتوقف هنا. عندما يصل الضوء إلى عينيك، تقوم العينان بتحويله إلى إشارات كهربائية ترسل إلى الدماغ. هذه العملية تأخذ بضع ملي ثوان. بعد ذلك، يحتاج الدماغ إلى وقت لمعالجة هذه الإشارات وتكوين الصورة التي نراها. هذا يعني أننا نعيش دائما بضع لحظات في الماضي، لأن الدماغ يحتاج إلى وقت لمعالجة المعلومات التي يستقبلها. الآن دعونا نغوص أعمق في مفهوم الزمن باستخدام النظرية النسبية لأينشتاين. تقول النظرية إن الزمن ليس ثابتا، بل هو نسبي. كلما تحركنا بسرعة قريبة من سرعة الضوء، يتباطأ الزمن بالنسبة لنا مقارنة بمن هم ثابتون. هذا يعني أن الوقت يمكن أن يختلف بناء على الحركة والسرعة، مما يعقد مفهوم الزمن والحاضر والماضي. حتى هذه اللحظة لا يبدو الأمر غريبا، لكن الزمن في فلسفتنا الدينية الإسلامية له بعد آخر. لقد ذهب الدكتور والمفكر المصري مصطفى محمود بحديثه عن الزمن والنظرية النسبية. أبعد من ذلك، لقد قال إننا نعيش حرفيا في الماضي، وإن القيامة قد قامت بالفعل. كل ما عدا الله متزمن بالزمان، خاضع للزمان، يجري عليه طارئ الزمان، لكن مع تفاوت. إزاي؟ يعني مثلا نقرأ عن مجموعة من الملائكة، الملائكة العالين، يعني ربنا سبحانه يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم ب50,000 سنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للملائكة والروح، يبقى دول لهم تقويم زمني مختلف. أدول عاشوا يوم ب50,000 سنة، الملائكة والروح دي فصيلة من الموجودات. بالنسبة لمجموعة تانية من الموجودات، القرآن بيتكلم عن ملائكة التدبير مثلا، يقول لك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. مين اللي يعرج؟ اللي هو ملك التدبير. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ده نوع درجة ثانية من المخلوقات، اللي هو ملك التدبير يومه ب1,000 سنة. وبعدين ربنا يقول لنا حاجة، إن الإنسان لما يموت ويبعث يخرج من تقويم زمني إلى تقويم زمني مختلف. فيوم البعث يتهيأ له إن السنوات اللي مضت، ألوف السنين اللي مضت في القبر والسنين اللي عاشها، كل ده ساعة، كأنه ساعة، لأنه خرج لتقويم زمني مختلف. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، ده يوم البعث. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. يا كل اللبس في القبور والعمر اللي عاشوه كل ده متهيأ لهم، ده بيحلفوا ما لبسوا غير ساعة، لأنهم خرجوا من تقويم زمني لتقويم زمني مختلف خالص. ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. شوف قد إيه بتتكرر الآيات عشان تأكد وتلفت النظر للمسألة الغريبة دي. ويوم يحشرهم يوم القيامة كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعتها الناس هيتهيأ لها إن ما عاش كل العمر ده كان ساعة، تعارفوا بينهم ساعة، الله هيتهيأ لهم، لأنهم خرجوا من تقويم زمني إلى تقويم زمني مختلف. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث. العلماء منهم بيقولوا لا، ده مش ساعة، ده أنتوا لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، وده يوم البعث اللي احنا فيه. لكن فيه بقى تقويمات زمنية مختلفة، لغز كبير في الواقع. أينشتاين يعني سهل لنا فهم القضية دي أو قربها شوية إلى أذهاننا. أينشتاين في نظرية النسبية اكتشف إن كل نظام حركي له تقويم زمني مختلف. إزاي؟
يعني مثلا احنا هنا في المجموعه الشمسيه واحنا عايشين في الارض لنا تقويم زمني اللي احنا بنعيش بيه، انما في الشعرى اليمانيه اللي يروح هناك هيكتشف ان في تقويم زمني تاني خالص، اليوم فيه بألف سنة ولا بمتين سنة ولا بعشر سنين، المهم هيلاقي تقويم زمني مختلف، لأن كل نظام حركي له تقويم زمني خاص بيه. دي هتفهمنا ليه مثلا الملائكة والروح اليوم عندهم خمسين ألف سنة في العروج الغريب ده، لأن دي منظومة حركية مختلفة خالص، ده نظام حركة مخلوقات من نوع تاني خالص غيرنا. احنا يمكن لما نروح لشبرا مثلا بنعتبر نفسنا مشينا مشوار، انما دي مخلوقات بتعرج الى السماوات العلى، شوف السرعه شكلها ايه. فاذا منظومه من الحركه مختلفه خالص، وبالتالي هيبقى لها تقويم زمني مختلف. اينشتاين سهل علينا فهم القضيه دي، ازاي ان ممكن بالنسبه لنوع من المخلوقات يبقى اليوم عندها بخمسين الف سنه عندنا. وبنفس الحكايه برضو عن الملك اللي بيعرج، ملك التدبير اللي هو يومه بألف سنه. وبعدين نفس الحكاية برضو ان احنا واحنا عايشين دلوقتي لنا تقويم، وبعدين بعد الموت وبعدين بعد البعث لما نصحى يتهيأ لنا ان ما عشناش لسنة. ليه؟ لان تقويم الزمن في العالم الثاني الاخيرة اللي هنبعث فيها دي هيبقى تقويم مختلف خالص. في هذا التقويم كل الالوف اللي السنين اللي عدت دي بساعة من هناك، لان دي نظام حركي تاني، ده احنا هنروح لافلاك تانية بقى خلاص، ده عالم نظامه مجهول خالص، نظام تاني بالمرة. ايضا في الواقع ربنا سهل علينا الحكاية دي عن طريق التذوق. يعني احنا الانسان بحكم تنوع خبراته بيقدر يعيش انواع مختلفة من الحياة. يعني مثلا الانسان لما بيعيش زمن الشهوات، ده زمن اللحظة والساعة والنزوة، ده زمن متفلت هارب يورث الحسرة، الحياة فيه مطاردة مستمرة وكدح في لا شيء وحرث في البحر. اللي عاش زمن الشهوات يعرف الحاجات دي كلها، انه زمن لحظه بلحظه وساعه بساعه متفلت وهارب ومطارده مستمره وحراسه في البحر، واللذه فيه تفلت يا دوبك تمسكها يا دوبك تفلت، ده اسمه زمن الشهوات. لما الواحد فينا بيعيش زمن العقل والتامل بيحس باحساس مختلف، يحس بسكينه وطمانينه جواه، وتمر عليه الساعات والايام وكأنها لحظات، ده نوع تاني من الحياة. وأهل الله العارفين والخاشعين وأهل الصلاة بيعيشوا نوع تاني من الزمن، بيعيشوا زمن الروح، وذلك بالخروج من هموم الدنيا والخروج من قلق اليوم والأمس والحياة في تصرمد وخشوع مع الله. ده نوع تاني بقى من الحياة، مش بس هيخرج من الشهوة، لا، وهيخرج كمان من العقل وتأملاته، هيبتدي يطلع لفوق لنوع من الحياة يخلع فيها كل هموم الدنيا وكل شواغل اللحظات، ويخرج من قلق اليوم والأمس ويعيش في حالة تسرمد وديمومة وخشوع مع الله. اللي عاش اللحظة دي يقول لك اللحظة دي بعمر. طبعا مش كل واحد يقدر يعيش الزمن اللي حكيناه في الاخر ده، لان ده يحتاج ان يكون من اهل الصلاه والعابدين واهل الخشوع واهل التجرد، ويقدر يخلع عنه مش بس الشهوه، ده كمان هيخلع العقل وقلقه وتاملاته، ده هيخلع كمان الدنيا، ده هيخلع هموم اللحظه وشواغل المصلحه، وبعدين هيخرج ويبتدي يعيش في ديمومه وخشوع مع الله. دي درجه من الحياه مش كل واحد هيقدر يدوقها، لكن اللي داقوا الحاجات دي يقول لك اللحظه منها بعمر كامل. فاكن دي نماذج ربنا سبحانه وتعالى عن طريقها بيدينا مثال. حياه الشهوات هي حياه الحيوان، حياه العقل هي حياه البشر العادي، حياه الروح هي حياه الملائكه. فدي ثلاث نماذج من ثلاث حيوات بيورونا ان فعلا كل واحدة ممكن يبقى لها تقويم زمني مختلف، ولو اننا عايشين على الارض لكن بقى في شميم كده، شمينا ريحة كل تقويم زمني شكله ايه. خدنا مثال، خدنا فكرة، ده الانسان بيعرف بالتذوق ياخد فكرة عن اختلاف تقاويم الازمان، وبالطريقة دي ممكن يحس بالعمق القرآني لما القرآن يتكلم عن تقويمات زمنية مختلفة وعن يوم بألف سنة ويوم بخمسين ألف سنة. لكن مش معنى كده ان احنا عرفنا، ده بس خدنا فكرة، تزوقنا طرف من الموضوع، لأن الزمن لغز كبير قوي. الزمن يظل برغم ذلك أعمق مسائل الفلسفة والدين. الفلاسفة لما اتكلموا عن الزمن قالوا لك إن إحنا
نعتقد بوجود زمنين مختلفين، الزمن الموضوعي اللي هو زمن الساعة، الزمن اللي بنعيش فيه كلنا، الزمن الخارجي اللي مبني عليه حركات الأفلاك والكواكب وحركتنا احنا في الخارج، ده اسمه الزمن الخارجي، بيسموه الزمن الموضوعي. وبعدين قالوا لا، ده في زمن تاني اسمه الزمن الداخلي، الزمن الوجودي. الواحد فينا ممكن يغمض وينام ويحلم، يحلم في الحلم انه ايه اتولد، وانه هو طفل، وانه هو رجله اتكسرت، وانه دخل مستشفى، وبعدين مش عارف ركب رجل ايه، وبعدين دخل مدرسه ابتدائي ونجح وسقط، ودخل ثانوي، وبعدين حب، وبعدين جامعه، وبعدين اتجوز، وبعدين حوادث الحلم نفسها سنين، لكن الحلم كله حصل موضوعيا بزمن الساعه بتاعتنا دي. الحلم كله خد 4 ثواني بزمن الساعه، الحلم خد 4 ثواني، لكن بزمن النايم اللي بيحلم فعلا حس بطول السنين، حس بالامتداد الزمني بتاع سنين. يبقى اذا في زمنين، في زمن الساعه الخارجي والزمن الداخلي الوجودي اللي بيعيشه الواحد فينا جواه وقاعد بيمتحن، والراجل المراقب بيقول له بقى من الوقت 10 دقائق، ياه ده بيتهيأ له ان الدقائق دي لحظه. فده غير اينشتاين لما حكى لنا حتى ان الزمن الموضوعي يختلف، وكل منظومه حركيه لها زمن موضوعي خاص بيها. فاذا المساله لغز كبير خالص، لغز ده احنا بس بنحاول في الحلقه دي نلمس طرف منه، نتذوق حاجه، ناخد فكره. انما انك تقول لي هو ايه الزمن، مفيش حد لغايه دلوقتي يعرف هو ايه الزمن. الزمن اكبر لغز في الفلسفه واكبر لغز في الدين، واللي نعرفه منه لغايه دلوقتي اشارات. احنا يا دوبك طفل بيحبو وعاوز يعرف زمن الارض وعصور الارض وزمن اليوم وفطر الساعه كذا وحينام الساعه كذا. انما بره الارض في الفلك الاعظم، وبره الفلك في عالم الملكوت، الغاز واسرار عظمى، كل ما علمنا عن هذه الاسرار اشارات اشارات، لكن السر كبير كبير. وبالفعل أسرار عظيمة تستحق التأمل. شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو للمزيد من المحتوى المثير.